بعد اخر تحور حصل على فيروس كورونا اللي هو تحور اوميكرون، تمام، كل التحورات اللي تحدث هي تحورات فرعيه من المتحور الرئيسي اللي هو اوميكرون. تمام. حتى الان كل التحورات السابقه لم تشهد اي تغيير جذري في مضاعفات المرض او قدرته. تمام. ولكن كل تحول يحدث يجعل قدره الفيروس على الانتشار اسرع من سابقه. تمام. هنيجي نقف عند التحول ده، هنجد ان منظمه الصحه العالميه هتنقله من مجرد فيروس مثير للاهتمام الى فيروس مثير للقلق بسبب بالفعل ازدياد نسب او معدل انتشاره بصوره كبيره جدا جدا خلال الفتره السابقه. تمام. لو قيمنا انتشاره بمضاعفاته سنجد انه نسبه وتناسب، المضاعفات لم تحدث اي تغيير عن التحولات السابقه. تمام. بمعنى ان معظم الادوار تماثل ادوار البرد، معظمها من الادوار البسيطه المتوسطه التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، لم تترك اي تغيير على مضاعفات المرض في هذا التحول الجديد. تمام. بمعنى قدرته على الفتك او قدرته على المضاعفات لا توجد تقارير تثبت ان هذا الفيروس اكثر قدره من سابقه، ولكن كل التقارير الوارده تفيد انه اكثر قدره بالفعل على الانتشار السريع وليس القدره على احداث الفتك او المضاعفات الخطيره. وهنا الفارق اللي بنطمن بيه الناس يا دكتور امجد ان الدنيا لسه في الحدود الامنه، ما فيش اي حاجه تقلق. بالفعل، ولكن مع قدرته الشديده على الانتشار سنواجه اصابات قد تحدث في كبار السن واصحاب الامراض المزمنه اللي عندهم حاجات تنفسيه. بالفعل الفئه دي مش هنخصها بكورونا، الفئه دي اكثر عرضه لتكون في مضاعفات من اي عدوى تنفسيه. طبعا طبعا، سواء كان برد او انفلونزا او أيوه كورونا. ايوه. فبالتالي يوجه لهم هم جزء من الاهتمام والحمايه، نوجه لهم نخلي بالنا من نفسنا حتى مع الادوار البسيطه ما نستخفش بيها ككبار سن اصحاب امراض المزمنه. الادوار البسيطه قد تحدث مضاعفات مش كورونا بس، حتى الانفلونزا. وبالتالي نطبق عليهم الاجراءات الاحترازيه. تمام. ونقول لهم انتم اكثر حرصا على اخذ لقاح كورونا بجرعاته التنشيطيه والتعزيزيه اكثر من كل الفئات، لانتم اكثر الفئات خطوره وحرص على ان احنا نخاف ان انتم تخشوا في مضاعفات خطيره عند الاصابه. مظبوط. دكتور امجد، هل حضرتك بتنصح مع طبعا اقتراب دخول المدارس والجامعات او التجمعات بصفه عامه، وطبعا مع التغيرات اللي بتحصل في الجو، هل ممكن نرجع تاني كاجراء احترازي ان احنا نتعامل بالكمامه ولا دي بعيده؟ خليني اقول انا من المدارس ان احنا يجب ان يكون اجراءاتنا الاحترازيه مش مرتبطه بوباء. حرص ولا تخون. يكون اسلوب حياه بالفعل. ان انا شخص متواجد في مكان فيه تجمعات البس كمامتي هتحميني من البرد والانفلونزا وكورونا واي عدوى تنفسيه اخرى. تمام. اسلوب نظافتي من غسيل الايدي ايوه والصابون باستمرار يجب ان يستمر. اخذ اللقاحات في ميعادها سواء كان لقاح الانفلونزا او كورونا يجب ان يستمر. تمام. لو انا طبقت المنظومه دي انا مش هخاف من وباء. انا بطبق الاجراء ده حفاظا على سلامتي وسلامة اسرتي واللي حواليا الارتباط بوجود اي وباء او خطوره. تمام. ونتمنى دكتور امجد ان احنا نكون برضو ثقافتنا اتغيرت مع جائحه كورونا، ان احنا النظافه الشخصيه والبعد عن الاستحمام والحاجات دي المفروض الناس بقت اكثر حرصا وعارفه الاجراءات الاحترازيه الاوليه تاكيدا لكلام حضرتك. يعني بالفعل احنا تعلمناها ويجب ان نستمر عليها كاسلوب حياتنا مش مرتبطه ايوه بانتشار الوباء او ان في خطوره. لا انا بغسل ايدي ونظافتي دي باستمرار، ابتدي كمامتي في اماكن وجود تجمعات او تكتلات سكنيه او اماكن حكوميه، البس الكمامه، اجري اجراءات التباعد. لو انا اتبعت ذلك الاسلوب اعتقد لن يكون هناك تحور، لن يكون هناك انتشار لاي وباء في الفتره القادمه.